أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن هدر وفساد كبيرين بعقد مشروع مستودع الفاو النفطي يقدر بأكثر من 4,200,000 يورو. وقال عضو اللجنة جواد حمدان إن وزارة النفط وقعت عقدا لبناء مشروع مستودع الفاو النفطي مع شركتين ألمانية والأخرى إيطالية بقيمة 6,000,000 يورو، في حين يبلغ السعر الحقيقي للعقد 1,800,000 يورو. يذكر أن قطاع النفط في العراق يشهد حالة من التخبط الإداري والفساد المالي بحسب تقارير هيئة النزاهة. أكد خبراء نفطيون أن العراق يحصل على نحو 50% من الغاز الذي ينتجه في حين يحرق الباقي. وقال هؤلاء الخبراء إن العراق يمتلك 3,000,000 قدم مكعب قياسي، والمستثمر من هذا الغاز 50% فقط، كما أن بعض الغاز المستثمر جاهز للاستخدام بدون معالجة سوى عزل الماء عنه، وهناك غاز آخر يحتاج إلى معالجة للكبريت والماء، وهذا ما تقوم به شركة شيل المتعاقدة مع شركة غاز البصرة. أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة بإحباط محاولة إدخال شحنة دجاج فاسد إلى العراق. وقال المصدر الأمني إن موانئ البصرة ضبطت باخرة محملة بعدة أطنان من الدجاج الفاسد في طريقها إلى العراق تحمل موافقات رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء. وتسيطر الميليشيات الطائفية على المنافذ الحدودية للعراق، حيث تقوم بتسهيل إدخال الأدوية المنتهية الصلاحية والمنتجات الغذائية الفاسدة والمخدرات خاصة القادمة من إيران. باع البنك المركزي العراقي أكثر من 265 مليون دولار في مزاد بيع العملة الأجنبية. وقال البنك إن إجمالي المبلغ المباع بلغ أكثر من 265 مليون دولار بمشاركة 30 مصرفاً وشركة واحدة. وأوضح البنك أن إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج المتمثلة في الحوالات والاعتمادات بلغ أكثر من 241 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي البيع النقدي أكثر من 24 مليون دولار. أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.53% عند مستوى 474 نقطة، فاقداً نحو 0.75 نقطة. وتم التداول على أسهم 29 شركة من أصل 103 شركات مقيدة في السوق. ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسهم 7 منها، بينما استقرت أسهم 18 شركة. وسجلت قيمة التداولات أكثر من 1,300,000 دينار، بينما بلغت عدد الأسهم أكثر من 579 سهماً بعدد صفقات بلغت نحو 534 صفقة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. ختام التقرير الاقتصادي، دمتم بخير وإلى اللقاء.